المهم عند رجا جنت سي كونت واتا فان السيور آه ثمينوت و عموما دمانين شويه آه. تنوض عند السيور سماخ المستجدات و عاد فهمت ماني آه يوسف الاسروتي و المهم نسيو شويه حتى في ثوماتي دغيا سنا وناس هذا يعني هذا كن شويه تما خصنا بارطاجي عما سوق راه نشوفو بارطاجي من زيت السلم المهم الموضوع تهمة ثومات يوسف ما تسلم السلم يعني تو غادي تو غادي جا نسيو ندير الموضوع نسيو الخوتي <applause> نار عاود غير الواجهه الطاس تما رخو رخبو باش هاد المعطيات سما اخر المعطيات ان زما الجنس زي زي المصدر ماني المهم المهم ثومات ثومات يوسف الى حدود الساعه يعني وينت اقد المطار فرانكفورت الدولي يعني ميني جان سما من توغا غاز مسجل انه غا خمسة و خمسة و ربعين تنطلق التيارة يعني هو مرض زريم توغا القرار يصدع تقبر او ناس تدخلات مجموعة تومات ايك المحامين المهم الشيء ميني وقع غا كارو توغا ننا طبيعة الحال انه ذيني آه ذيني آه سما قرار ما نسبته تسعين في المئة انه هو القرار هو ومن نشي 90 دي 100 ويتفخشا ويجيبو يزد زغان خنشين وذين الأدلة من الموسى انتبت ازاي سوار ناخ اقاذي الارشيف العرشي في دون أه باش سمى غاد نعاود شوية سلي ديتاي المس أه عفوا سمى ثلاثة أه يسد سمة الاعتقال الناس مع الأسف الشديد التوقع دي جنها اي <applause> واخد من شادي يعني تقول هو يوم الخميس اتصل المحاميين يقول الجمعه واخذي من شابور كي سمون ارنهاره عادي تعقبن خو ما تفاد المهم مني يتجان هذه آه الاتصالات ربما مئات المحاميين اللي عشرات ربما باش وانت ولكن المحامي الوحيد اللي يجاوبون هو هذا المحامي يتوغى يعين شخصيا ثومة يوسف نعود خمانيا نسي ورد خاس لنا تكور ميني جان آه ثومة سما كلفنس المهمة سما يكتازي ذي المجهود الناس ذي مجموعة ثومة تراغان السادسة ولكن رخو ميني جان جديد سما عاجل رخو ذي عشرة مينو تدم كاروت إذا تس صواريخ، المحامي شخصيا، أقد المحكمة ذي كولن، أه كي ذاس الخوماناية يدهم مقاخي وشيثي ثومت عزيز شخصيا، قد كي سرنتا إلى حدود الساعة وذين رديج القرار سما رسمي، يعني القرار الترحيل، ولكن هذا لا يعني أنه وانتي ريتشا سما إنفاق، وانتي ريتشا لأي طريق أي طارئ إزم مارد يوقع لأنه نشين سما من 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 خلال سما ويناث نقذ سما أر الدقائق الأخيرة خمسة مينوت ستة مينوت التيار الدرو إدغا الدولة الألمانية القرار نطرت نيخ الترحيل ومارث قيمو سما الدولة الألمانية أنه أر دقائق مثلا ثلاثين مينوت تم قاروت القرار باش باللي يوسف هذا يفاق اتف ذني بالدليل والحجه ان يلي مان متواطئ ايك المخابرات المغربيه حم يعني السكن يوسف اتاف وذين رديج شك وذين رديج حاجز اخذج عن شك باللي للسلطات الالمانيه نخوي زارة الخارجيه الالمانيه ذنت يعني التواطئ يعني بشكل مفضوح ايك الدوله العلويه على اساس السلمن يوسف الاسروتي الدوله الدوله المغربيه ونزمار خدنانيني بلي الدوله الالمانيه تشاش الدوله الالمانيه متواطئه الدوله الالمانيه تيري شاركة ذي الجريمه يتا اذا تعتبر هذه جريمه لا تغتفر لا للقضاء الالماني لا للدوله الالمانيه لا وزاره الخارجيه الالمانيه لانه من النوع عاود عاود نسني الى المصير تومت يوسف في حاله مراوكشي ناس المغرب، المصير الناس يعني المجهول، المصير الناس درموكت يعني نسني الله عماسة سا دي ديري مليح الحياه الناس تمون ونشي نسن حتى الدوله المغربيه ما غا يعني تعزو يزد شي في يوسف بالضبط بوركي دي دوسلدوف تو دو غا غاس العلاقه كي نخ... يحضر كي يحضر مجموعه الاشكال ربما ذو السبب الرئيسي الجين سما الدوله المغربيه يعني غتعزو از تجي في النصف باش توضح اختي مسرايين يجي حاجه تسمى باش خوارينو باللي الدوله المغربيه نيخ المخابرات المغربيه راني هنا وفند القضيه يا قاعد الزون سما الشخص هو ميقان توما يوسف انه يجي الموقع موقع مخابراتي سما ديال الريف نهار ما نسمى اسم الناس يدق الخبر يتقد سما الخبر على اساس السلطات الالمانيه قررت ترحيل الجمهور الريفي كذا وكذا في اتجاه الدار البيضاء الخبر امر مثي الصاص تصاصي تسعه ونص ونشي نسن يعني انه ردي جوي بلي باللي يوسف سما الاسروتي يميسيد سما زي المركز نوينات اللجوء يميسيد غا تسعه حسب من دانغ ديالنا المحامي شخصيا إذ كيف يعقل زي تسعة واربع يفقد بنادم المطار تسعة ونص ان شاء الخبر مام جا الموقع زي الحسيمة ادي ان شاء كورشي تسعة اذا نقار ونتحمل كامل المسؤوليه الدوله الالمانيه انه تديني خصما بكل مسؤوليه نقارس الدوله الالمانيه انه في حاله ما رات يوسف الاسروتي فلتتحمل كامل المسؤوليه يعني ما نيا ويعدو شي مني باش نيري واضحين هذه نيري الاعتصام مفتوح هذه نيري انت اشياء ربما نسيتي ان شاء الله ويتوقع واش نحاج وحري ولكن نقار انه وقع مستعد ان تاخذ اجراءات ما وحرين ربما ديني خورا وجبولي لانه من فعل ولكن السلخ ما يمي السوارق والسلخ ما يمي بالضبط في المرحله يا لانه مار المعطيات مار اسم القراءه المتواضعه انت مؤخرا الاحداث نتواردين ان الدوله الالمانيه تتحالف نخطوات ذي الجريمه يثا اكجان ذي الجريمه يثا اكجان خو انه اذ سلمن ثومه يوسف سوينيو so سويني ايث مثلا باش تما ايث مثلا خدي فرانكفورت راين ماين رخو قاين كوانغ المطار الدولي من فرانكفورت حو تفاد كنشان حاج ديني ربما مهم قاين مجموعة ايث مثلا قاين تفنا بريد رخو هذا راح نغا المطار لان خصها لابد نصنع شان الحداث وذي خو عاود مجموعة مجلس قال المبادرة على اساس كش الوقفة ذا توغا تسري خصي راه غانا اذا تجينا الدراري تسقسانا يا وزارة الخارجية حد يدعى غاس قا غاس ورا نشينا عاود اي حاجة نهار اتوق لصالح سما يوسف باش نقل الموضوع النس يخصن خنبد يخصن خنقفوس قفوس يعني مرا في حاله مرا يعني نجحن الدوله الع... الدوله العلويه على اساس اختي سي جوماتن خصها زياء نشين مارة إريفي الخارج خصام ولكن تغي ما تخصات تم ونعترف بها سما الهزيمة أنه نشيني ولان دو سلدوف ونقار مجهود طبيعة الحال لا أحد ينكر ندافع خاص بكل ما أوتينا من قوة ديني ولان سمح ندير خدمة إنسان ديني سما سمح ندير ثودرين سن بالله لا لمدة الأسبوع يعني تزر نغاز وما نيذهم من قوة سما المزايدات الأدلة الملموسة ولكن ما راود نويه النتيجة مارة من نقا يخسد سما وذين ولكن راه حاجات زعما زازن في الطاقه يعني خاص مغباره بالعكس ما ما يوض سما الدوله العلويه تنجح دي بونتويا على اساس اتافح نيخا خطافح نيخا تغرب تغرب يريفيين مرة وبالخصوص نشين لان الصراع يضها من يتراح يظهر ويجن حاجه تنغني باش تيد رخو رخوت حاول قدر المستطاع يعني غتحنشن يعني المشكل غنخنشين ولكن ثاني تا وتتقلا الجن ما راهي عما وغاس سما وغا الضمير الانسان ويشغل مستوى الانسان بوركي باش تسبينن انه قال الناقه المحامي 90 ديال 100 مانايا المحامي 90 ديال 100 قطيوره ديهوريقين عاد تيد الصاص ديتاي اللقاءات سما المحاميين ثومة نخرق قصيدين ديال دي المحكمة بالضبط يستورد كي يمكن خمسة مينوت يقاري المستجدات المهم وذاني ديوث فن جديد هني مؤسرين شامين نيخا زوارو وكرر ثومة يوسف اللي الدقائق زيكم تستورخ متواجد في المطار الدولي فرانكفورت غاس تيارة سما في حالة ما ينجح سما المخابرات المغرب بتواطؤ مع الدولة الألمانية هاد السكن اذا غاستوريق غا سبعة غا خمسة وخمسة واربعين دقيقة نتتاز كويس كايت ماتنخ فرانكفورت واد النداء دينا التصنيع يتما دي, دي فرانكفورت عقاين كوانغ المطار انت تازق النغناد التحقن ضروري خصنا نقدر شن حاجات ضروري سما ونسعدو شمانا يا مني وها ضروري جدا يخصنا نحارك نهز لانه في اخر المطاف ما لا سما نخصال قضيه يا نيخي روحان خوما ثنخ يوسف زكفوس يقصد ينين خصام مارة ونشين على وجه الخصوص غير باش تما توضح سريين يظن هاد الثوم اجن متشمتناخ سانيتا تتصل ليك ثومات ليك يوسف السور تكيس شان تنين ساعتين يقارس قوا السكين مية مياد. ذي مية يعني تصور الدراع قرنوام توغا حتى انت رغم الموقف النس الذي لا يحسد عليه ذي جا ومع ذلك يند حرفيا يجن موتش مثناخ قال العظيم ماذا يسكن ميا ذي ميا نعم بذا من الله والله ما تسكن ميا ذي ميا انطلق من داغ دقه المحامي والى حدود الساعه المحامي ونوفي بوشن المحامي رغم لأن التقاد، التقاد من جوهم لان الثقاد الثقاد يقر خدم عطلة اتصل المحاميين واخذي من شهر خميس الجمعه السبت فقط المحامي فهو هو المحامي تغيعين يوسف الناس ولكن مع الاسف توغوا والمعلومات الكافيه حتى تصور حتى التقرير ورناس ورناس ورا دكر يوران من, من ينتورقين ما خزن يا خاص نسيو المهم مين ما نسمى بهاش برما باش برما نكتا قاخ قاق يخسن خلابو دان حارك لابو دان كشان حاجات لابو دسمان فوق غباران يخان نوسين خان سغوية في بريدان لأنه في حالة ما المنت يعني نخصا وغا حيتي ريبوذ معادي دغان فان عاد غزات هذا ومين الصراحة وفي نفس الوقت في نفس الوقت في حالة مريت وسلم نشقا غاوم كشخن ما نسبته 90% دي مياه أنه الدولة الألمانية متواطئة بشكل مفضوح ومكشوف إجل المخابرات المغربية وذاني تاديج المشكل خطيرة ديال سماو لا يحترم حقوق الإنسان يجن البلد سما ويكسبو سمى المصير نبنادم بعين الاعتبار ولكن يتغلب خاص مع الأسف الشديد يتغلب خاص الطابع المصلحة باش والمهم ماكش نتوما تقيورات ذاته وما تحسم السعليتين نش من دايث الند أنا نين داز شخصيا باش تسلقاو وتجيبو السوار خصغاري وهاني خدم المزايدات وكرر اقسم بالله الا يوسف ثم ديت نشو السنقش لا يسور ديك ثوما حسام السعليتي نش السنخي السوري كجو تش مثلا قايد رخو التليفون تقرا يوبا من تقاض اقا نشي ناي 100 160 شني غاسقر خو يوقع وقعت المستجدات ديال القضيه الناس آه وقعت المستجدات سما ذي الحاله الناس الله اعلم سما مين الدوران ديال الكواليس سوينا نحاول نواجه ثمانية أن كسما يعني تصفية الحسابات ديال المواقف أن كسات لأن رعيب وعار ديال كاع المواقف هذي هتح... تحول بنادم أدي سعدوا المواقف ني غادي القضية غيجن الشخص على أساس أنت في صغار الإنسان ما نايني إنسان سوي يجي الإنسان يتحترم سما يخفنس على أي المهم مشينا في حالة مرض إنشان جديد أكان خذاني تنو ذسم رهن الإشارة أي خبر جديد يتوضى نغد نشينا دوم ثيث نصاص ذي نشو بدي شل وقفة شل المسيرة يخساتي ريز يرخو زي دقيقة قبر ما ذي ما قبر ما قبر ما تسكن المهم مشينا ما مش سما توقذ غديني خوارة. ولكن رخو سما رخو ذي تسمى قبل ما تسير في كتومات المحامي قارس وازم سكن وتصور هذا شي حاجة تايتما ما تسمى مهمة مهمة يتص أن المحامي المحامي أقسم بالله العظيم اللي يرق فيه تسمى الارتباك المحامي الناس يزعزع يزعزع مره ماغا لان الخو يفهم سما المشكل ذين الخو يفهم الجوهر الصراع الجوهر المشكل يغاس غثومات يوسف ورخو يسن الخطر المحدق يزمار هذه التعرض ثومة يوسف نيخ المحامين شخصيا والله العظيم اللي تعجيجي جيت قدي الديس تصوري القفي السرقة يسرقه هو يتكيف لأنه يفهم السنة قارس ماركا يعني دي جن فضيحة وكتا هذا ذي ثومة السورق المحامية يناس شك مستقبلا الشك يغيرين دي المحامين القضية الريفية إذا ما يوسف يعني ثعب حديج القضية طن اش أشتس غاكيري المستوى الدوله يعني نتجاع يتقسم الاغراءات لو صح التعبير فقط بشري كثير مع الناس اكثر اذا اذا الشين اذا الشين يا يثما ظار رجا تيشتي بنات ولدين والدين ارخوا تيليفون كروماتيس هنا اذا 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 تاخ سما للمره الالف ايثما ثنخ سما هذا التحقن في المطار فرانكفورت بالخصوص يني لا يهم عشرة مية ميتين ولكن ضروري يثما هذا الأمر سما يستعجالي وذي دقيق نراجع إذا إذا نشينا ندافع على آخر نمق باش المهم وهذا الحول إن شاء الله سبورنا نهار خممت بلي راح تجينا الى غايه تسمى 26 انا عيش اسوء لحظات ربما زقوم يجي تقول لي ما اوروبا اذا مزال 26 راح الفيسبوك تصاوا وني سنن ماني غايه وزاره الخارجيه الالمانيه سياري وني جانديشون جروب تقول لي ماني دياري المهم يخص القضيه انت يوسف التماس بيجن الشكل سما هون قران حما حتى يا ليمان هذه دخل على المستوى العالي لان ربما الاتفاق ديالي سما جا يعني رمخزنا مزيان نو ليمان ولكن شينا زونار القضيه سما جن بعد دولي بعد وطني اذا تقول ليمان سو اني نتاز كيث مثلا خي يود المطار هذه نحن اني يود سنغ جي تندوس اي طاري اي عاجل الوقت ثاني شن حاجه خمس ساعات ديكورشي سما ذاك نود نتوافى اكن نيو نتوافى بمارة المستجدات غانخ مارة سما من يتجان جديد مارة من ديني غادا ومثي دنقا المهم سويني غاكن نيو نجل خو عاودا نغزا سرا وما تغزا حمد انشان جديد او انا ساد الساس خسما ديريكت مارة من دن غيرين جديد المهم آه من دوم غاينيخ نتمنى زيرات جاغ مورنخ مانا يدي سما غا سيريج النهاية مشرفة لانه ورنخ الصراحة سي ضابي زي عرمن مار حواريين تحواريين مارة ريفيين ما مش نقاربدا دا واخا دقال المواقف واخا يسمى دي ديني الاختلاف واخا ليكون ما يكون ولكن دي دقال المواقف وتزمع مع الاسف الشديد وتزمع وتزمع تسمى تسمح وتزمع تكشري جوماش يجي العدو كيترجت ربما في نغرب ربما سيك اي حاجه المهم كني كيكون من مصدق انا يا ستي مخد بارطاج ما وراء مره عما صودو مني بارطاجيت ولكن مره تسود او اكثر عدد ممكن يودان باش اني رين نستعد وباش تما نتقارس كذلك ولي ما الصراحه انه في حاله مرض سلم يوسف سكم نشينا قا خمس تاع الاجراءات تاع الثاني نقا حتى يرموك كل شيء مرض سكم ثومات والمهم ما كان الخطوط المغربيه ثم تقصص الدمان الجوينات مانيش غتنطلق الخطوط الملكيه المغربيه اني خصنا دراح نغ المطار فرانكفورت لان نشي نستاني 250 كيلومتر مي خنطو ديري التيارات ضوا سويني يوذان يوداني يودس لفرانكفورت هذا التحق نرخو زي المطار فرانكفورت هذه نبدل غادي نقول جن... اسما مرات غشّن غاشن غاشن المناوشه تيقر مخزوني قلبوا الحادث فما لان المطارج الموقع حساس ما راه يوقع دين شي حاجه في الطمز الزيانت يتكاد الصحافه يتكاد مارا ويدني يتقول لان كتوارد تما الامن يتيرين دي 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 تما دي ديال المطارات يتيريج الامن تما معقد الى اقصى درجه المهم زيرات جامور الناخ نسيتي تما زي سي ضرب بين سيتي مزي الاحراض الحرائر هذا تما بعد ساعتين من الان سمحت يا الطاس بعد ساعتين من الان اذني رسم الخبر قالوا ان شين سيتي سما زكور انه وسكنشا اكي خي قيم ذا اذ حل المشكل الناس ما مش حل المشكل ما ريري فيني جند لاجئين عراقيين سما مهددين في الحياه انسان على اي اا كني واحد في صدار بيد ما انا يز ما خذيني خذيت ساعتين اذن عاود ان شاء المستجد عاود هذو مثيذنيني أكن واحد في ضماري